الهدف الأول من الدوري الإسباني وسجله الفرنسي أنتوان غريزمان لأتلتيكو مدريد في شباك غرناطة. جول! الهدف الثاني عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. الهدف الثاني من الدوري الفرنسي وسجله السنغالي شيخ نداي لأنجي في شباك ليون. ثاني لأنجي. الهدف الثالث من الدوري الإسباني كذلك وسجله أليكسيس راوناو ديلغادو لخطافي في شباك ريال مدريد. عند الدقيقة 70 هدف بالرأس.